الله، حاجات حلوة قوي يا بنت. حاسبي بس احسن يتنتشوا يا مامي. لا ما تخافيش. هو طبعا لازم يتنتشوا يا جماعه، دي صناعه صيني يعني اللبسه والارض، وبعدين دي مناديل الورق بتعيش اكتر منها. مش كل الصين يا خفه. بصي يا مامي، الجلابيه دي دبل فيس بتتلبس على الناحيتين، وكمان معاها الاشارب ده هديه. ممكن اخدها؟ خديها يا مامي، تغلاش عليكي. بقول لك ايه، بالنسبه للترنجات عليها ايه هديه؟ عليها كور كفر. يبقى اديني دسته. والملابس الداخليه عليها ايه؟ عليها رسمه النينجا تيتس. يا جماعه يا جماعه، احنا كده بنرمي فلوسنا في الارض، وبعدين احنا لازم نشجع الصناعه الوطنيه. يا اختي اللي تغلبه العبه. هات يا بنت. جدع يا مامي، طلعاني خلينا بقى نلعب. بابا مصر يا بابا. تقول لنا مش فاضي في الحمام. بقول لك ايه يا بنت، عندك شربات عليها رسمه المفتش كرومبو.